الأخطبوط الإسرائيلي، سياسة الغموض ضد إيران. بعد أن كانت حرباً في الظل بين الطرفين أضحت أكثر وضوحاً خلال الأشهر الماضية، مواجهات إسرائيلية إيرانية، والسر يكمن في سرية استراتيجية الأخطبوط، لكنها انكشفت مؤخراً. تعتبر استراتيجية الأخطبوط أكثر تعقيداً وفعالية من محاولات إسرائيلية سابقة في ضرباتها ضد إيران. يقبض الأخطبوط على فريسته بأذرعه الثمانية، واستراتيجية إسرائيل لمواجهة إيران تتمثل في هذه المهام الثمان: ضرب البرنامج النووي الإيراني وتخريبه، استهداف برامج عسكرية، تقويض النظام برمته في إيران، اغتيال شخصيات إيرانية وهجمات إلكترونية وعمليات تخريب وتدمير بنى تحتية، فضلاً عن استهدافات تطال عسكريين إيرانيين. لكن هذه الاستراتيجية السرية تم الكشف عن تفاصيلها الغامضة. لقد ظهر الأخطبوط، ما أثار غضب الحكومة الإسرائيلية وجعل رئيس الوزراء يطلب من قسم الأمن في وزارته التحقيق في التسريبات الإعلامية، لا سيما أن المخابرات الإسرائيلية لا تهدف إلى اعتماد نهج الأخطبوط في استهداف المنشآت النووية فقط، بل تركز على هز النظام الإيراني نفسه. ימי החסינות בהם איראן פוגעת ושוב פוגעת בישראל ומפיצה טרור באמצעות שלוחותיה הפרוקסי שלה באזור, אבל היא נשארת בלי פגע, הימים האלה תמו. ליברתי את העמדה של מדינת ישראל, והיא שאנחנו פועלים ונמשיך לפעול ונשמור לעצמנו את חופש הפעולה לפעול תמיד כנגד תוכנית הגרעין האיראנית ככל שידרש, עם הסכם, בלי הסכם, עם באמצע הסכם, שום דבר לא כובל את ידינו. الهجوم وسيلة للدفاع. يبدو أن هذه هي القاعدة التي اعتمدت عليها إسرائيل في خطتها لكبح جماح إيران. فحسب التلفزيون الإسرائيلي، نفذت وحدة من المخابرات العسكرية هجوماً إلكترونياً طال أكبر مصانع الصلب في إيران، ما أدى إلى وقف الإنتاج. قبل ذلك بشهور طالت الاغتيالات قادة وضباطا في الحرس الثوري، بعضهم يعمل على البرنامج النووي وبعضهم على برنامج الصواريخ والمسيرات أيضا. وهذه التحركات الجديدة تعتبر أحدث تطور لاستراتيجية أطلق عليها رئيس الوزراء نفتالي بنت عقيدة الأخطبوط. عقيدة الأخطبوط تهدف إلى نقل معركة إسرائيل ضد إيران إلى الأراضي الإيرانية بعد سنوات من استهداف العملاء الإيرانيين ووكلاء طهران خارج البلاد في أماكن مثل سوريا. حرب الظل بين طهران وتل أبيب استمرت طويلاً، وهي الآن تفصح عن تفاصيلها. حرب ظاهرة واضحة الخطط ومحددة الأهداف. إسرائيل تضرب في العمق الإيراني، وإيران ترد على تلك الهجمات بحملة لاستهداف الإسرائيليين حول العالم. لكن المحاولات الإيرانية وصفت بالفاشلة حسب قادة إسرائيليين. لذا أصدرت تل أبيب تحذيرات لمواطنيها بعدم السفر إلى بعض البلدان حول العالم. ولا تزال إيران على الأرجح تتطلع للثأر لعمليات القتل الأخرى لقادة إيرانيين بارزين مرتبطين بالعملية العسكرية للبلاد، حسبما يرى مسؤول أمن إسرائيليون سابقون.